صباح الخير لكم مشاهدينا، صباح الفرحة اللي بيحملها هذا الشهر، صباح الدفى، صباح الحب والعائلة اللي بيجتمعوا أكثر بهذا الشهر، صباح كل إنسان حابب يعيد على الرغم من ظروفه اللي أوقات كثير بتكون صعبة، صباح كل حدا عباله بهذا الشهر يرجع يشوف ناس، يلتقى بناس، يرجع يتواصل مع ناس أكثر، صباح كل الناس الموجودين ببيوتهم بهذا الوقت اللي عم تابعوا صبحيتنا. نحن بيكون دايما على الموعد بصبحية متنوعة في ضيوف متنوعين وأيضا مواضيع متعددة ومختلفة. رنا صباح الخير. صباح الخير جو، كيفك رنا؟ ماشي الحال انت؟ خلينا نقول اهلا وسهلا لزميلتنا ميرا حداد من جديد مساعدة المخرج طبعا. والف مبروك مارينا تربى باسمها، وهيك ان شاء الله ايام بتكون حلوة يا ميرا ان شاء الله دايما. جو كمان بدي صبح بدوري على كل المشاهدين اللي عم يحضرونا، وبدي اقول عن جد قد ايه حلوه الزينه عنا اليوم باستوديو. انت اللي محليتي يا رب. ثانك يو. بنقول ثانك يو لاستوريوم صليبا على كل هالزينه الحلوه اللي عطت اجواء كمان حلوه بزمن الميلاد لاستوديو احلى صباح. اليوم خلال حلقتنا رح يكون عنا مجموعه من الضيوف اللي رح ينضموا لنا. الابول كرم رئيس رابطه كاريتاس لبنان رح ينضم لزميل جو ليحكوا عن نشاطات كاريتاس لبنان وخاصه بهيدا الزمن. ميشلين الياس مسعد مسؤولة الإعلام والتواصل بالهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالإضافة لسيدة رولا راشد المسؤولة الإعلامية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women رح ينضموا لإلي لنحكي عن حملة 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة اللي أطلقتها الأمم المتحدة سنويا. سامي المسيح صاحب مشروع القرية الميلادية من تدوير النفايات رح ينضم لزميل جو ليحكوا عن هيدا الموضوع. حسناء طانيوس مؤسسة روني معوض من مؤسسة روني معوض رح يحكوا عن احتفالات يوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. أما الفقرة الأخيرة فرح تكون مع شيف نادين أسيس جو لنشوف اليوم شو رح تكون حضرتنا من يعني طبق جديد. بلشت الأطباق الميلادية مع شيف نادين، بلشت حضري شي بالبيت رنا ولا شو الوضع؟ ولا على الدليفري أكثر؟ شو رنا؟ بتعرفي كريسمس عند الأهل؟ سو إيزي. بتعرفي كيف تهربي أنت؟ تمام، بكل الأحوال خلينا نروح لطرقاتنا اللبنانية. رنا بينضم لنا مباشرة من غرفة التحكم المروري أستاذ أمين عبد العال. صباح الخير. صباح الخير. يعطيك ألف عافية. يعني على ما يبدو هاليومين الطرقات أخف زحمة، يا ريت تخبرنا تفاصيل أكثر. أكيد مثل العادة عم نبدأ بالمدخل الشمالي، عم تكون حركة ناشطة مثل العادة الصبح باتجاه نهر الكلب باتجاه رويال لجسر الفوهة دبي، من بعد جسر الفوهة نبلش حركة كثيفة باتجاه النقاش لأنطلياس، أكيد الطريق البحرية حركة سير كثيفة. انطلياس الساحة باتجاه الأوتوستراد أيضا حركة كثيفة وصولا لجل الديب للأشغال، من بعد الأشغال عم تصير الحركة ناشطة باتجاه نهر الموت للدورة، برجع بصير عنا ضغط سير على جسر الدورة باتجاه الكارنتينا لترجع تكفي ناشطة من الكارنتينا باتجاه شارل الحلو، وترجع بتصير كثيفة أيضا من شارل الحلو باتجاه الصيفي حتى الوسط التجاري. بالفاس ان الفيل حركة تسير ناشطة على الإشارات باتجاه صالومة، كثيفة من الصالومة باتجاه الحايك وصولا لجسر الواطي. مدخل الجنوبي حركة تسير ناشطة على المدينة الرياضية باتجاه الكولا، تكفي ناشطة من الكولا باتجاه كورنيش المزرعة، وكثيفة على جسر الكولا باتجاه سائب سلام حتى الأنفاق وصولا للوسط، عم تكون حركة سير كثيفة. مدخل الشرقي حركة ناشطة من الجمهور باتجاه اليرزي وصولا للصياد، كفي ناشطة أيضا من الصياد باتجاه كارنتينا مرورا باستراد الرئيس لحود، جسر بيجو باتجاه الأشرفية حركة بلشت تصير كثيفة كان باتجاه طلعة السيدة أو باتجاه الروم. جسر العدلية باتجاه الأشرفية حركة ناشطة، من العدلية باتجاه المتحف حركة سير ناشطة، وبكفي أيضا ناشطة من المتحف باتجاه البربير. منطقة جادة عمر بيهم أساس باتجاه تقاطع بشارة الخوري يكون حركة ناشطة.
أشرفية قطع تبريز اتجاه برج الغزال حتى جسر رينج حركة نشطة وصولا لبرج المر، وسادات الأونسكو باتجاه طلعة التلفزيون أو طلعة الخياط تكون حركة كثيفة، كورنيش البحري يعني مريسي حركة طبيعية بالاتجاهين وطبيعية باتجاه الأحمر. هذا كل شيء بالنسبة لحركة السير. بالنسبة لأول شيء بالنسبة للطرقات السالكة والغير سالكة، عنا طريق عينات على أرز مقطوعة، طريق كفاز بيان حتى المصعد الكهربائي سالكة للسيارات ذات الدفع الرباعي، فرد بيان حدا سبع الباك سالكة يعني بصعوبة والرؤية غير واضحة. بالنسبة لمحاضر السرعة الزايدة اللي صدرت عقوبة من الداخل ب 24 ساعة الماضية 731 محضر. بالنسبة لإحصاءات الحوادث سجل عنا 10 حوادث نتج عنهم 11 جريح. كفانا بقى برجع بذكر تواصل معنا بغرفة التحكم المروري اتصال على 1720، وتابعتنا على السوشيال ميديا تويتر تي ام سي لبنان، فيسبوك غرفة التحكم المروري، واكيد الابلكيشن تي ام او لبنان. هذا كل شيء. قبل ما كنا مشاهدينا بعد الفقرة الرياضية، نهار الجمعة دايما ضروري نعرف كيف رح يكون الطقس، من هيك منحب ناخذ التفاصيل بدقة أكثر من الاستوديو. موجود معنا اليوم رئيس دائرة التقديرات بمصلحة الأرصاد الجوية المهندس عبد الرحمن زواوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الرحمن. يعني اليوم دايما نهار الجمعة نكون قادمين على ويك اند، فبناخذ التفاصيل اكثر منكم عن قريب. خبرنا كيف رح يكون الطقس هالعاصفه، قالوا انه بعد رح تستمر لنهار السبت، رح تقوى اكثر، في ثلوج ما في ثلوج، تفاصيل. هلا هو منخفض جوي. نعم. وفي سرعه هواء بعض الاحيان توصل لحدود 75 كيلومتر بالساعه خاصه بالمناطق الشماليه. يعني هلا اللي عم يصير هون ببيروت او اللي عم يصير بالجنوب غير تماما اللي عم يصير بالشمال. المناطق الشماليه شهدت امطار اكثر غزاره من نهار الاربعاء. نعم. بينما بقيه المناطق الجبليه او الداخل او حتى الجنوب الامطار كانت اكثر بشكل يعني مثل ما بقول كونتينيو او بشكل مستمر، بشكل مقبول اكثر للتربه او للزراعه. يعني نعم. الامطار مثل ما بقول شوي شوي، مش غزيره مثل ما كان يصير عندنا بشهر تشرين اول تشرين ثاني، وذلك لانه الفرق الحراري بين طبقات المنخفضه من الاتموسفير يعني الساحل صارت الفرق اقل من قبل. يعني نحن هلا مثلا حراره بيروت او حراره الساحل هي 22 23 درجه، اذا وصلت ل 24 بين تشرين اول تشرين ثاني كانت تكون بحدود 30 درجه، ويجي عندنا كتل هوائيه بارده على الطبقات العليا، يصير هالفرق الحراري. هالفرق الحراري هو كان يؤدي للامطار الغزيره الفيضانات. نعم. صارت في ناس تقول انه هيدا تغيرت الدنيا، صار في فيضانات وهلا كل الامطار هالشكل هيدا. هلا بنلاحظ بثلاث ايام اللي مرقوا الامطار ما كان فيها فيضانات، مع انه شتت نهار الاربعاء شتت كل النهار. كان كميه الامطار جيده بس موزعه بشكل متوازن على النهار اذا فينا نقول. صحيح. مش كله مش دفعه واحده بساعه بساعتين وبقيه النهار. صحيح. صحو. هيدا الفرق اللي صار عن تشرين اول تشرين ثاني، وهذا الشيء حيستمر بالويك اند. بس اكيد هي مش عاصفه، هي منخفض جوي. في عندنا ارتفاع بموج البحر تقريبا لحدود 3 امتار، وفي عندنا سرعه هواء مثل ما قلنا. استمراريه المنخفض الجوي هو حسب تحركه من الغرب للشرق. نحن عندنا اليوم مركز اجمالا مركز المنخفض الجوي، يعني صرنا بالسنتر، صار تقريبا على كل لبنان، بس غزاره الامطار خفت، غزاره الامطار خفت، وهذا ناتج عن كميه الفرق الحراري مثل ما قلنا بين فوق تحت وفوق. بس كل النهار في عندنا هالامطار بشكل عام تقريبا شيء تقريبا 2 ملم بالساعه، يعني شكل كثير جيد للتربه. نهار السبت في عندنا انحسار للامطار صباحا، تخف حده الامطار صباحا وبتتحسن بعد الظهر بشكل تدريجي، نرجع لعوده الامطار، يعني ترجع الامطار غزيره لليل السبت الاحد. صباح الاحد في عنا نقول فينا نقول في انحسار لهالموجة هيدي. نعم. بانتظار موجة تانية نهار التنين. يعني هلا المنخفض الجوي الاولاني اللي هو بارد نسبيا بيعطي مجال لمنخفض جوي تاني ابتداء من نهار التنين، غير نوع، يمكن ادفى شوي ومع سرعة هواء اقل. هلا الخرائط رح نشوف الخرائط. ايه. طبعا وناخذ التفاصيل اكثر من خلال الخرائط. يعني كمان حلو قبل عيد الميلاد نبلش نحس حسنا بشتويه. رح ناخذ اول صوره. اول خريطه بنلاحظ هذا عن صباح الجمعه، بنلاحظ اللون الازرق الفاتح الموجود على الحوض الشرقي المتوسط، البقعة هي تقريبا لبنان وقبرص وجنوب تركيا. بنلاحظ انه لبنان الالوان عنده تقريبا مقبوله، يعني كميه الامطار واضحه انه مش حتكون كثير غزيره. نعم. بس في امطار كل النهار وبمختلف المناطق اللبنانيه. هذا الفرق عن قبل، انه هلا نحن المنخفض الجوي عم يشمل كل لبنان، يعني وين ما بتروح موزع عم تلاقي بشكل صح موزع بشكل اكثر. بنلاحظ الجمعه بالظهر الجمعه المنخفض الجوي بعده مستمر، بس غزاره الامطار عم تروح باتجاه الجنوب.
بعض المناطق الجنوبية أكثر حتكون عرضة للأمطار خلال المرحلة القادمة، وملاحظ الألوان كمان مثلا بقبرص اللون كتير غامق، يعني الأمطار الغزيرة البرق والرعد موجودين بغير مطارح. بالنسبة للبنان نحن عندنا استمرارية بشكل متوازن بكمية الأمطار خلال النهار. المخرج الجوي مثل ما شايفينه نحن اللون السميك البني هو دليل انه هذا نحن بالصمت بمركز المخرج الجوي، بس المركز هو كتير واسع، يعني منه كتير الخطوط منه كتير لازقه ببعضها بشكل ما في غزاره او ما في اساوي بالمخرج الجوي. بعتقد هذا الشيء بتمنوه المزارعين اكثر شيء بالنسبه للزراعه، انه الامطار اللي بتجي شوي شوي وكل النهار ما بتاذي المزروعات مساء الجمعه بنلاحظ المخرج الجوي بلش يتحرك شوي اتجاه الشرق، الخطوط تغيرت، صار في عندنا شوي هواء شمالي غربي، في عندنا انخفاض درجة الحرارة بصير أكثر. هالانخفاض درجة الحرارة حيفرق بس بشغلة وحدة، إنه الثلوج اللي حتتساقط على ارتفاعات منخفضة يعني أقل شوي، يعني كنا مثلا بالمرحلة الأولى على 2000 متر في تساقط للثلوج، ممكن نوصل ل 1800 متر اللي هو ارتفاع محطة الأرز، عندنا محطة رصد جوي بالأرز، هي ارتفاع 1800 متر، يعني ممكن نشهد ثلوج على منطقة الأرز. تقريبا يعني بلشت العالم شوي تشوف الثلج أو تقرب من المناطق السكنية، وهذا الشيء دليل انه بلشنا نقرب من فصل الشتاء، هو حقيقه فصل الشتاء ب 21 كانون الاول، احنا بعدنا هلا رسميا بالخريف، بس شهر كانون بين انه تغير عن شهر تشرين الثاني، وهذا احدى الدلائل كمان انه احنا بلبنان مش كتير مأثرين بما يسمى بالتغير المناخي، يعني بعده شهر كانون غير شهر تشرين الثاني غير شهر تشرين الاول. لاحظنا فرق منيح بدرجات الحراره، لاحظنا فرق منيح بتوزيع الامطار على الايام، يعني ما عم نمرق نهار مثلا شتاء وبقيه الاسبوع شوب، هلا عم نمرق بايام مطره كل الوقت. هيدا الدليل كمان صوره الرطوبه، بنلاحظ الرطوبه خلال 3 4 ايام نحن فيه هون في رطوبه كل الوقت، بس رطوبه مش واصله من تحت لفوق مثل ما اول نهار لما كان في غزاره امطار، رطوبه موجوده تقريبا بطبقات متوسطه، هاي الطبقات المتوسطه هي بتعطي غيوم فينا نقول الخفيفه او الغيوم اللي ما بتعطي غزاره امطار، غيوم موجوده على ارتفاع 2000 متر و3000 متر بتعطي امطار على المرتفعات كثير، بتعمل ضباب على المرتفعات وبتعمل امطار متواصله على الساحل بشكل فينا نقول معتدل. نعم، رح نتابع ايضا مع الخرائط. صباح السبت كان في شويه امطار بعد بتنحسر تدريجيا خلال النهار، عوده للامطار بعد ظهر السبت، يعني في عندنا اذا فكرنا انه خلصت المخرج الجوي تاثيره بيرجع بعد ظهر السبت في عندنا امطار نتيجه انه بيصير خطوط الضغط الجوي غربيه. نعم. خطوط غربيه يعني معناتها في عندنا اعطاء او وجود رطوبه بتجي من البحر المتوسط اكثر بسبب الهواء الغربي، وبعد درجه الحراره منخفضه بيؤدي هذا تساقط امطار زياده. نعم. مساء السبت وليل السبت الاحد، هيدي حبينا نحط لكم اياها الجراف تاعت كميه الامطار بتدل انه كميه الامطار موزعه اكثر شيء من مساء الخميس لصباح السبت تقريبا، وبعد ظهر السبت في عندنا شويه امطار، كمان ظهر الاحد في عندنا شويه امطار. بنلاحظ الفرق بين السبت والاحد والخميس والجمعه انه السبت والاحد صارت متقطعه الامطار. صحيح. يعني في عندنا ساعات كثير بالنهار في عندنا انفراجات واسعه، ودرجات الحراره ممكن ترجع تطلع ابتداء من نهار الاحد لتعود وتنخفض ابتداء من نهار الاثنين، لما حتطلع مثل قبل، يعني ما حنرجع نطلع لدرجه الحراره اللي كنا فيها قبل بس نطفى شوي بنرجع نبرد شوي. نحن بشهر كانون معدل الاجمالي معدل الحراره بشهر كانون هو 20 درجه، يعني نعم منيح هلا ماشي الحال مقبول، هذا الماكسيموم صح المينيموم اقل من هيك. بالنسبه للخرائط الباقيه بدنا نشرح بس عن ظهر الاحد. اي صح نعم. ظهر الاحد وصباح الاثنين، صباح الاثنين هو يعني مخرج جوي قادم جديد، هي البقعه الزرقاء الكبيره، بنلاحظ كمان اللون الازرق الفاتح، يعني حتى كميه الامطار المنتظره هي منا كميه امطار غزيره، كميه امطار بتعطي 1 ملم او 8 ملم بالساعه، 1 ملم او 2 ملم بالساعه هو كميه كثير جيده ومقبوله، بس انه كل النهار عبوق، يعني هذا في ناس بتنزعج من انه الشمس ما حتبين كل النهار. هذا شهر كانون. نعم. الصورة كمان بالنسبة للجيت ستريم، الجيت ستريم هو الهواء النفاث الموجود على ارتفاع تقريبا شيء 10000 متر عن سطح الأرض، وهو الحاجز اللي بيمنع إجمالا المنخفضات الجوية تجي، بنلاحظ وجوده تحت لبنان. نعم. هذا الشيء عم يسمح للكتل الهوائية الباردة تجي من الشمال للجنوب بالنسبة باتجاه لبنان، لما يكون هذا الجيت ستريم عالي مثل ما هالحالة بالنسبة لنهار الاثنين بيكون المنخفض الجوي أقل برودة وأقل غزارة بالأمطار. نعم. يعني فينا نقول بشكل عام انه صحيح انه بلشت شوي السقعه، بلشنا نشوف شويه شتاء، ولكن كله مقبول وكله معتدل وكله ضمن المعدل تاع شهر كانون الاول، وحتى بكميه الامطار نحن ما لحد هلا ما شهدنا امطار طوفانيه مثل ما بيقولوا، بعد الامطار الحمد لله يعني عم تستوعبها الطرقات والارض.
بعد في اي معلومات اضافيه بالنسبه لحاله الطقس لهالويك اند؟ في كان بعد كم خريطه اذا بدك نحكي عنهم بنحكي عنهم. نعم. بيحكوا هن عن درجات الحراره وعن الثلج. بعتقد حكي مرات انا خلال حديثنا انه نعم. تسقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، بس كان في جراف بفرجي هالشيء هيدا. هلا اذا ما حطوه ما مشكله، هو درجه الحراره حتكون تقريبا درجتين على ارتفاع 1900 متر. نعم. هو درجتين بس تكون درجه الحراره 2 على الارتفاع المحدد بيكون في تساقط للثلوج على الارتفاع هذا. نعم. مش صفر، اثنين. اثنين. لكن وبعد شيء الحرارات بشكل عام، درجات الحرارة بشكل عام نحن ما قلنا على الساحل الحد الأقصى تقريبا شيء 20 درجة، الحد الأدنى 13. نعم. هلأ على المرتفعات إجمالا أقل من هيك بكتير، في عندنا تقريبا بالجبال تتراوح درجات الحرارة بين 8 و 17 درجة، وبالبقى نفس الشيء تقريبا. هيدي درجة الحرارة على الجبال، نلاحظ درجة الحرارة على الجبال هي تقريبا حوالي درجتين على ارتفاع 1900 متر. نعم. يعني اجمالا متوقع تساقط الثلوج بهالارتفاع هيدا بحده الادنى ليلة الجمعة السبت. اكيد بشكل طفيف ومش بشكل غزير، يعني على الهدف فينا نقول. نعم. هذا كان كل شيء لليوم، لكن هذا كل شيء بانتظار نهار الاحد تأس احسن ان شاء الله، ادفى شوي بس من وقت لوقت في شوية امطار. المهندس عبد الرحمن زواوي بدي اقول لك ثانك يو، وبنتمنى لك ويك اند حلو. لكم كمان. وان الله راد الاسبوع الجاي بنرجع نلتقى فيكم ان شاء الله. ايضا مشاهدينا مره جديده لليوم بحييكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، سواء مستمرين ببرنامجنا مع مجموعه فقرات ومجموعه ضيوف ايضا بينضموا لنا تباعا. من الاشياء اللي بتبلسم الجروح وبترسم بسمه بمجتمعنا اللبناني، من المؤسسات اللي فعلا بتعرف كيف تروح لعند الفقير وكيف تزور السجين وبتعرف فعلا كيف تتعاطى مع الشبيبه مع الاطفال ومع كل الناس بمختلف مستوياتهم واعمارهم، من المؤسسات اللبنانيه اللي فعلا بتشكل علامه فارقه ونقطه انتصار للانسان بلبنان. سوا رح ينضم لنا لنحكي اكثر عن كاريتاس لبنان رئيس رابطه كاريتاس لبنان الاب بول كرم. ابونا صباح الخير. صباح اهلا وسهلا فيك. صباح النور لكل المشاهدين. يعطيك الف عافية. البارد بس حلو، شوي مبحوحين ماشي الحال. اهلا وسهلا فيك ابونا، سلامتك. ابونا كاريتاس مثل ما ذكرت من المؤسسات اللبنانيه اللي موجوده لتلملم اذا بدي اقول الوضع اللي اوقات عم بيكون ماساوي للاسف عند كثير من الناس. اليوم اذا هيك انا وياك بدنا نعمل اعاده نظر بكاريتاس ب 2018 اذا صح التعبير، اليوم شو كيف كانت السنه عليكم؟ هل بتعتبروها سنه ايجابيه؟ انجزتوا كل اهدافكم؟ خبرني عن 2018. هلا تنقول خلصنا السنة أكيد بعد ما خلصنا عنا هالفترة، خاصة فترة شهر كانون الأول. بس أكيد النشاطات كاريتاس ما بتتحدد لا بوقت ولا بشهر، لأنه عملها متواصل. صحيح أنه مرة بالسنة بيكون في عنا هيك إذا بدك ظهور على العلن، خاصة من خلال الحملة السنوية للمشاركة اللي هي بتكون دايما بفترة الصوم واللي فيها كل الناس بتشوف شبيبة كاريتاس والمتطوعين موجودين بالرعاية على الطرقات. صحيح. وين ما كان حاملين صندوق المحبة تيدعو الناس للمساهمة بفعل التضامن من أجل خدمة بعضنا البعض. نعم. وبقدر أقولك بكل بساطة بالعكس تماما، رغم كل الوجع وكل الحاجات، رغم أنه اليوم نحن صرنا بمرحلة كتير دقيقة، يعني عم تحكي تقريبا 38% من الشعب اللبناني. نعم. تحت مستوى خط الفقر، عم تحكي تقريبا ب 36% عاطل عن العمل. دونك هودولي كلهم رغم كل هالشي لقينا تجاوب من قبل الناس، وخاصة على الحملة اللي كانت على الطرقات، وفي ناس كتير ساهمت معنا. يعني اكيد ما في يقول انه هيدا اللي بنتبناه الماكسيموم، ولكن فينا نقول كتر خير الله بظل كل هذه الظروف الصعبة. نعم. قدرتوا تكملوا بهذه. نعم. بهذه الطريقة. وهون لازم كتير نشدد للمشاهد انه نحن الحملة السنوية هي يستفيد منها فقط اللبناني. اما بقية الاشياء اللي بتطال النازح او اللاجئ او الاشخاص الاجانب، هيدي كلها بتتغطى من خلال مشاريع عم تجي كتر خير الله لحدا من برا، من هاي الدولية. يعني عم ترعى هيدي المشاريع وعم بتقدم البجير الخاصة لكل اذا بدك من شبكة كاريتاس العالم اللي. نعم. هي منتشرة ب 173 بلد. وبنفس الوقت من خلال نحن اللي قدرنا نحط نسبة معينة لا تقل عن 30% يستفيد من خلال الشعب المستضيف اللي هو الشعب اللبناني. نعم. وهون بدي أقول يعني مثلا لحد هلأ نحن صرنا تقريبا مقدمين فوق 750 ألف خدمة على أنواعها،
وعدا عندك الأشخاص اللي هن مستفيدين دايما. نعم. والحضور اللي دايما عم بيكون من خلال 36 أقاليم الموجودين بكل لبنان. بكل لبنان طبعا. واللي هن أكيد بحسب المناطق عم يسعوا دايما يعملوا خدمة لكل إنسان، إن كان صحيح. محتاج صحيا، إن كان بحاجة لمرافقة، إن كان بحاجة لدعم. وأكيد ما بننكر أنه الأكثر شيء هو اللي عم ببين هي البعد الصحي للأسف. نعم. وخاصة الأمراض المزمنة. تمام. هيدا من خلال العيادة الجوية اللي عم تبرم على المناطق، ومن خلال مستوصفاتنا عم نجرب نقدر قد ما فينا نأدي هالخدمة. أضف إلى ذلك المساعدات بالتعاون مع بعض الوزارات. نعم. خاصة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة. نعم. الصحة. نعم أبونا، البعض بيحط كاريتاس بخانة التقديمات الصحية أو بالخانة الصحية فقط. للأسف مش كل الناس بتعرف عن نشاط كاريتاس الواسع. أنا كان عندي الحظ أتعرف على كاريتاس وعن طبعا يعني مع أحد أهم عناصركم بدي أقول بيتر محفوظ، اللي فعلا بيأدي يعني بيصور صورة كاريتاس بأحلى صورة. اليوم كاريتاس شو بتقدم للناس اللي فقط بتحط كاريتاس بالمكان الصحي لغير؟ شو بتقدم اليوم كاريتاس؟ خليني أقول بالإجمال، أول شيء كاريتاس هي تعني كلمة المحبة. نعم. وبنفس الوقت كاريتاس هي جهاز الكنيسة الرسمي للعمل الاجتماعي والإنساني. تمام. يعني كاريتاس ما عم تشتغل باسم الشخصي، عم تشتغل باسم كل الكنيسة الكاثوليكية ضمن عائلات الست الكاثوليكية بلبنان. صحيح. ومش بس هيك، كاريتاس عم تشتغل مع كل الناس من دون تفرقة لا عرق لا دين لا لون لا مذهب ولا شيء، لأنه كاريتاس هي واقفة بجانب كل إنسان محتاج، كل إنسان ضعيف، كل إنسان قسيت عليه الأمور هالدنيا وخلته يكون بخانة الأشخاص اللي شوي مهمشين حالة حرجة. صحيح. هيدا من جهة. من جهة تانية أكيد عمل كاريتاس ما بطال فقط أنه المساعدات الطبية، علما أنه هيدا الكومبوننت جزء كتير مهم. تماما. بطال الشبيبة من خلال العمل التطوعي والنشاطات، ولا رح نحكي عنها بما يختص عيد الميلاد. تماما. وأكيد الأعياد الأخرى عندك النشاطات اللي تختص بالتوعية والتنشئة. إن كان على صعيد الأشياء اللي بتتعلق بالبعد التربوي، بالبعد الإنساني وبالبعد الاجتماعي. نعم. عندك كمان البعد التنموي من خلال أحد المشاريع الممول من USAID وضمن برنامج بلدي. نعم. وأكيد عندنا كمان البعد اللي هو كتير مهم من خلال مراكزنا الإنسانية الأربعة، بفغال، بزحلة، بالقنيطرة وبالشوالي الأبعى. نعم. اللي هن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية. لأنه بيرجع بينعمل لهم اندماج اجتماعي. صحيح. يعني بيرجع بيشعر لحتى أنه هو جوا. نعم. قداش حلوة هذه المراكز أبونا، قداش هي سبب فرحة لكاريتاس؟ أكيد نحن بقدر أقول لك من خلال كل الأشخاص اللي عم يشتغلوا معنا عن جد قد بيختبروا البعد الإنساني الحقيقي لأنك. نعم. أنت واقف بجنب الآخر، وخاصة لما بيرجعوا بفوتوا على المجتمع انه بيكونوا على نفس المستوى مثل الباقيين، خاصة بالصعوبات التعلمية. نعم. نعم. واكيد نحن فخورين انه كمان من البعض اللي عندهم حاجات خاصة عم يرجعوا يقدروا يلاقوا مكانهم بالمجتمع بالعمل وبغير العمل. هيدا. نعم. اللي بيساعدهم اكتر واكتر لنكون فعلا عم نعطي صورة للكنيسة الخادمة، الكنيسة الرسولة، الكنيسة اللي عم تشهد. صحيح. للمحبة. صحيح. الصورة الرسولية للكنيسة، يعني البعد الاجتماعي أيضا للكنيسة. نعم. المحل اللي فعلا يعني الكنيسة بتكون على تماس مع أبنائها بكل. نعم. بكل الحالات. أبونا الحاجة عم بتزيد، والناس اللي عندها عوز والناس اللي عندها حاجات للأسف عم بتزيد. ما بعتقد في إنسان بالكرة الأرضية كلياتها بحب يمد إيده، ما بعتقد في إنسان بحب يقول يا جماعة ساعدوني، ولكن ظروف الحياة بتحط الناس بهذا المحل. أدى اليوم الصورة عم تكبر بلبنان، وقداش الملفات والطلبات عند كاريتاس أيضا عم تكبر؟ أكيد بشكرك على هالسؤال، لأنه سبق وقلت بالأول قداي نسبة الفقر والبطالة. تماما. كبرت بلبنان نتيجة الوضع اللي عم نشوفه. نعم. لبل بقدر أقول لك أكتر أنه اليوم بمستوصفاتنا وبنقيل العيادات الجوالي بالمناطق عم نشوف ناس عم تجي لعنا ما كانت بحياتها قبل دايقة باب كاريتاس. هيدا قداي بدل الناس فعلا صارت بحاجة. وأكيد ما بننكر أنه في كتير عندهم نوع من كرامتهم وعزة. صحيح. نفسهم، ولكن للأسف لو في عنا هيك مقومات أساسية بتساعد وفعلا بتوقف بجنب المحتاج، رغم أنه برجع بقلك إمكانياتنا عم تكون محدودة، ولكن الحاجات هائلة جدا. نعم. على كل مساحة الوطن. تتعبوا أبونا أوقات، يعني بيوصل محل بتقول أنه ما بقى عم بعرف شو بدي أعمل خلاص، يعني أنه بكاريتاس ما بنعرف هالشي أبدا. بكاريتاس عطاء مستمر رغم الحاجة رغم العوز،
نحن ولا مرة منوقف حتى لو شو ما بدنا نعمل ولا مرة منقول لا. وهيدا بقدر أقول يكون هو ثابتة أساسية برسالتنا وخدمتنا. لو بجزء قليل نحن ولا مرة منقول لا. ضمن إمكانياتنا أكيد بنجرب نعمل قد ما فينا، بس ما حدا يفكر انه كاريتاس عندها امكانيات ميزانية دول. صحيح، كاريتاس عندها امكانياتها المحدودة، ولكن بهالامكانيات عم نقدر نأدي خدمة كتر خير. قديش تدبير الهي موجود بعمل كاريتاس؟ هيدا الاساس. اذا نحن ما لنا مؤمنين بخدمة وبالعطاء، فاذا شو عم نعمل؟ شو عم نعمل؟ نحن دورنا دايما اكيد في ناس محسنين كتر خير الله بعضهم موجودين، ولو كان محليا قليل، ولكن كتر خير الله التجاوب معنا عم بكون مشجع جدا. وكذلك الامر ما بيخفي عليك الامر، انت كاعلامي اليوم انت بتعرف قديش الناس بس تدق بابها بمستوى المساعده بتقول لك شو انا كاريتاس. صحيح. والسياسيين اليوم حتى هلا بتشكيل الحكومه عم بيمننوا البعض. صحيح. نحن مش كاريتاس، نحن مش كاريتاس تنعطي وزير من هون وزير من هون. انا بتمنى يقلبوها على بعد المحبه والخدمات. تماما، بركي بنتخطى هالازمه. ضروري حدا منهم يعمل كاريتاس بهالفتره يعني، ولا مش رح تخلص الازمه. ابونا اسمح لي كمان بوجودك معنا هون. بفتره من الفترات طرحت بعض علامات الاستفهام حول كاريتاس، ويعني منتشر بالاعلام بعض الصور، بعض الفيديوهات، بعض الاخبار اللي هي عباره عن شائعات وكلنا بنعرف هذا الشيء، ولكن كمان ما فينا نحكي عن كاريتاس الا ما نمر على هذا الموضوع. قديش اليوم كمان الخدمه مستهدفه؟ قديش اليوم المؤسسات اللي بتخدم واللي بتعطي الاخر ايضا اصبحت مؤسسات مستهدفه؟ ليك بكل بساطه انا بقول اول شيء ما فينا نقول أزمة بقدر ما فينا نقول أنت بتعرف للأسف الناس خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بتزت لك حيالة خبرية بتنتشر بسرعة، والناس بتصدق دايما بتصدق الخبر اللي يمكن منه مبني على وقائع، منه مبني على مستندات، منه مبني على أشياء أبدا حسية. اليوم بقدر أقول لك نحن أوراقنا كلها مكشوفة، ما في شيء مخبى. تمام. بالعكس اللي بحب يجي لعنا الساعة اللي بده الباب مفتوح، كل شيء موجود بتصرفه. نعم. شغلنا عم بيكون بمنتهى الشفافية بوضوح تام كلي. أكيد كل مؤسسة دائما تسعى إلى تحسين نفسها وتطوير نفسها. تماما. وهيدا بالبعد الإداري اللي عم نسهر عليه يوميا. نعم. خاصة من خلال سهرنا على كل الأمور تتكون فعلا مثل ما قلنا كتير واضحة وكتير شفافة. صحيح. وهيدا ما عنا شيء خبي، برجع بقول. نعم. في عنا الأوديت انترنال وفي عنا الاكسترنال أوديت. تماما. كله عم بيكون واضح ووجود من خلال الجمعية العمومية اللي عم نعقدها وعم بيكونوا مشاركين فيها، أو من خلال كمان رقابة مجلس البطاركي والأساقف الكاثوليك. نعم. اللي فعلا منحييه من خلال رئيسه غبطة البطريرك الراعي اللي هو حريص جدا على رسالة وخدمة كاريتاس من خلال الكنيسة. نعم. أبونا إلى الفترة عيد الميلاد، الفترة الحلوة. نعم. كيف عم بدأ إجراس كاريتاس بهذا الشهر؟ نشاطاتنا أكيد متعددة. نعم. في عدة، أول شيء معارض عم نشارك فيها. نعم. واللي هي نوع من تحفيز لأصحاب المبادرات الصغيرة. نعم. تتكون عم بتطل. نعم. على المجتمع، وهيدي كلها مبادرات شخصية يعني. نعم. مش يعني كلها مشكورين الأشخاص اللي عم بيساعدونا فيها. صحيح. أضف إلى ذلك عنا ثلاث أشياء هلأ أساسيات اللي هن بنسميهم كريسمس فيليج أو قرية الميلاد، اللي هي رح تكون أولا بالبرامية بدير القمر وبالكورة. هاو ثلاث أماكن هيك عم بتشوف مناطق بعيدة. صحيح. ليه؟ لأنه نحن نؤمن أنه هالمناطق شوي بعيدة جغرافيا بنسميها، أو بيقولوا لها مناطق أطراف رغم أنه ما بنحب هالتسمية. عم نرجع نعيد هيك الحركة بقلب المنطقة. لا تعرف حلو يعني، أنا يعني هذه التسمية على بشاعتها فيها جمالية. لما تعرف يسوع المسيح لما قرر يجي على الأرض ما راح على العاصمة، راح على أحد الأطراف. يعني كمان الأطراف عندها دورة وإلى تقلة. تماما تماما. بقى هيدي أكيد بتشجع الناس أول شيء يرجعوا شوي على ضياعهم، يرجعوا يكتشفوا أنه بهالضيعة في إشياء كتير مهمة ممكن، وبتخلق حركة كمان على البعد إذا بدنا نقول الاقتصادي، على البعد العلائقي. نعم. على بعد هيك المنطقة بحد ذاتها. صحيح. وهو مناطق نوعا ما هيك في منها مثل دير القمر جبلية. صحيح. أو غيرها على الساحل، ولكن بترجع بتخلي الناس ترتبط أكثر بانتماء اجتماعي. صحيح. كما أنه نحن خميس المقبل إذا الله راد عندنا نشاط كتير مهم
اللي هو ريسيتال ميلادي، ولكن هالمرة مش محبتنا لكل الفنانين هن عم بيساعدونا فيه، ولكن هن أطفال مراكزنا الأربعة اللي ذكرتها هن اللي عم بيغنوا ريسيتال الميلاد. هن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال ذوي الصعوبات التعلمية. رح يكون خميس الجين الله راد ب 13 الشهر بكنيسة مارلياس أنطلياس الساعة 11 قبل الظهر. ندعي الكل يكونوا عم يشاركونا فيه أكيد، ويشتركوا مع هالولاد ويحسوا أنه هالولاد على النقاط الضعف الموجودة فيهم، ولكن هن مثلهم مثل غيرهم. صحيح. عندهم حضورهم، عندهم مواهبهم، تمام. وعندهم هيك بساطتهم وعفويتهم. صحيح. وكمان بكون عندنا أكيد عدة أنشطة أخرى موجودة بالأقاليم كافة، كل منطقة بمنطقتها بتنظم خاصة حملة مساعدات غذائية. صحيح. منهم بسموها الكيلو، منهم بسموها التضامن، حسب يعني كل اقليم عنده حرية هون. مزبوط. ولكن هدف انه خلق روح تضامنية من اجل مساعدة الناس. نعم. ضمن الاشياء اللي ممكن بحاجة تلبي لهم هيك بسمة صغيرة بهالميلاد. يعني وبعرف يعني كمان في التياب مساعدات التياب طبعًا وتفاصيل تانية، يعني ذكرنا شوي الاشياء الاساسيه اذا بدك. نعم. واكيد اللي بحب يتواصل عبر الفيسبوك تبع كاريتاس او الانترنت سايت تبعنا بيعرف، او من خلال الاقاليم حتى بيعرف. تماماً. شو هي النشاطات المتعدده اللي عم بتقوم فيها كاريتاس بهالفتره خلال هذه الفتره. ابونا بعرف انه في اجنده واضحه لل 2019 بكاريتاس. نعم. وبعرف انه في خطه عمل ايضا واضحه، فينا ناخذ رؤوس اقلام عن انطلاقه 2019. نحن بنشتغل دائما ببعد استراتيجي لقدام، لأنه بنرسم خطة عملنا على مدار السنة. أكيد نحن العنواننا هو ورا سعادتنا سر. هالسر شو هو؟ البسمة اللي بنزرعها، الفرحة اللي بنحطها بقلوب الناس، وروح التضامن من خلال العمل التطوعي. لأن لما بكون عندنا تقريبا 750 شاب متطوع، لما بكون عندك بالأقاليم فوق 100 شخص متطوع، لما بكون عندك ناس مؤمنة برسالة العطاء، نحن ما رح نوقف. ومثل ما قلت خاصة بفترة الصوم لنخلق هيك ذهنية فيها روح تضامن حقيقي رغم كل عوزنا وحاجتنا. نعم. هيدا بجسد أكتر وأكتر قد الشعب اللبناني بعده شعب معطاء، مؤمن بالخدمة، مؤمن برسالة المحبة. وهيدا اللي بنجرب نعمله. برجع بقول على الصعيد الإنساني، على الصعيد الاجتماعي، وعلى الصعيد كمان التنمية وغيره، أمور بحاجة لها مجتمعنا وشعبنا. نعم. أبونا من خلالك تحية لكل العاملين والمتطوعين بكاريتاس لبنان، على أمل هذا العيد يعني يعطيكم زخم أكثر، محبة أكثر، وقدرة أكثر على مساعدة كل الناس اللي هي فعلا بحاجة. أهلا وسهلا فيك معنا بصبحيتنا بتلفزيون لبنان، رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب بول كرم. شكرا لك أبونا، وينعاد عليك سلف. ميرسي وعليكم، وشكرا لكل المشاهدين اللي عم بيواكبونا، ولكل المتطوعين خاصة الشبيب. اهلا وسهلا فيك ابونا. شكرا لك. عودة لكم مشاهدينا متابعين معكم برنامج احلى صباح، وهلا رح نحكي عن حمله 16 يوم للقضاء على العنف ضد المراه اللي بتطلقها الامم المتحده سنويا. بينضموا لنا باستوديو السيده مشلين الياس مسعد، مسؤوله الاعلام والتواصل بالهيئه الوطنيه لشؤون المراه اللبنانيه. اهلا وسهلا فيك مشلين. وايضا رولا راشد، المسؤوله الاعلاميه بهيئه الامم المتحده للمراه يو ان وومن. اهلا وسهلا فيك كمان رولا. شكرا على الاستضافه. بداية مشلين، يعني بمناسبة حملة 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة، أطلقتوا حملة تحت عنوان بكير عليها مع الأمم المتحدة، خبرينا عن هذا الموضوع. مثل ما قلت، بمناسبة هالحملة العالمية يلي بتكون بكل سنة من 25 نوفمبر ل 10 ديسمبر، الهيئة أكيد بيكون عندها نشاطات وبيكون عندها تام تاخده بكل سنة. هيدي السنة الهيئة الوطنية مع منظومة الأمم المتحدة أخذنا تام تزويج الأطفال، لأنه منعرف أكيد الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل حددت الطفل كل شخص بعد ما بلغ 18 سنة. نعم. يعني مثل ما أنه نحن ما قلنا حق نسوق قبل 18، وما قلنا حق نمضي أي ورقة رسمية قبل 18، أكيد مفروض أنه الفتاة أو الفتاة أنه ما يتزوج قبل 18. صحيح. نحن هالحملة اللي أطلقناها نحن والأمم المتحدة، شفتوها أكيد على كل مواقع التواصل الاجتماعي، على الطرقات، طلعنا على كل وسائل الإعلام. أكيد هي أول شيء بتتوجه، هي حملة توعوية بتتوجه للأهل،
تتقلن وتدلن على المخاطر الصحية والنفسية والعاطفية يلي بتجي على الطفل وقت يتجوز وقت يخسر طفولته وأحلامه وعلمه قبل 18. وهيك بنفس الوقت حملة بتتوجه للمشرع تنقول أقروا قانون بحدد سن الزواج 18 سنة. خلينا نشوف فيديو عن هيدا الحملة. أكيد هيدا الفيديو نحن أطلقناه وعم تشوفوه كمان على كل مواقع التواصل. يلا نتابعه سوا. إذا بعد بالمدرسة، إذا بعد ما فيها تسوق، إذا بعد مش جاهزة لولد، بكير عليها. معا لاعتماد 18 سن أدنى للزواج. يعني بشكل عام هيدي كانت الحملة اللي نزلت على كل السوشيال ميديا وعلى التلفزيونات لندعي فعلا انه لانه هيدا اجرام بحق الطفل. صحيح. ومثل ما قلتي ممنوع قبل سنة 18 انه ما بيكون بعد صار الطفل او الطفلة راشد ولا جاهز ولا جسديا جاهز. ولا نفسيا ولا عقليا ولا على كل الاصعدة. اكيد رولا اليوم يعني الحملة 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة بتطلقها سنويا الامم المتحدة. قبل ما نحكي وتخبرينا عن تفاصيل هالحملة بلمحة سريعة خبرينا عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women. نعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة واسمها الكامل هيئة الأمم المتحدة لتمكين النساء. نعم نحن تمكين النساء اقتصاديا وتمكينهم أيضا على مستوى المساواة بين الجنسين. يعني هو هدفنا أن نحن نسعى لأنه المرأة تكون كاملة الحقوق والواجبات بمجتمع. هيئة الأمم المتحدة للمرأة إذن هي إحدى وكالات الأمم المتحدة اللي تعمل عالميا واللي طبعا تعرف أنه كل واحدة منها متخصصة بمجال، يعني في مجال التربية في مجال التنمية وغيرها. نعم. بلبنان نحن نعمل بإطار طبعا محلي وأيضا بإطار إقليمي. يعني في بعض مشاريعنا متخصصة بلبنان تحديدا بس، وفي بعض المشاريع الأخرى بعد أكثر كمان، يعني بيكون لبنان أحيانا هو جزء من مشروع مناطقي. يعني في أخيرا مثلا عملنا مثلا نوع من سيرفي اللي هو نوع من استطلاع بالنسبة لحتى نعرف شوي كيف مقاربة الرجال للنساء ومقاربة المجتمع إذا بدك لكيف نحن نظرتنا لحقوق المرأة. وكان هيدا السيرفي شامل لأنه عطانا شوي فكرة عن كيف المجتمع اللبناني بفكر بهالخصوص. للعودة بالنسبة لل 16 يوم. نعم. 16 يوم هي حملة عالمية مثل ما ذكرت ميشا، هي بتطلق الأمم المتحدة وبتبلش ب 25 نوفمبر 25 تشرين الثاني يلي هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء. نعم. وليش 25؟ لأنه بجمهورية الدومينيكان بالستينات في شقيقات ثلاثة انقتلوا لأنه كانوا مناهضات لحكم ديكتاتور تروخيو. بقى هالسيدات صاروا هن مثال لمناهضة العنف. ومن وقتها كان تكريما لهم تحدد هيدا النهار وتختتم هاي الحملة بعشرة كانون الأول يلي هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. كمان هيدا الرابط مهم لأنه نحن بنعتبر أنه أي تعدي على حقوق المرأة هو تعدي على حقوق الإنسان بشكل عام. نعم. وهيدا هو السبب يلي نحن عملنا هالرابط بين الشقين. على المستوى العالمي بينعمل سنويا إذا يطلق شعار السنة. الشعار العالمي هو هير مي تو، يعني اسمعني اسمعني اسمع النساء اسمع السيدة شو عم بتقول. وسببه هو كل هالحملات التحرش الجنسي اللي صارت عالميا. صار في هيك حركة عالمية إذا أكيد تبعتيها بفتكر. هو كمان إتاحة للنساء الفرصة أنه هن يحكوا يعبروا عن أنفسهم، يعني كيف تعرضوا للعنف ما بقى يسكتوا حتى يكسروا جدار الصمت. صح. على المستوى اللبناني نحن صراحة صار فيه هيك شوية تفكير بأنه بإطار اسمعني بإطار أنه نحن بدنا نعطي كمان فرصة ولسان للناجيات من العنف، فكرنا وتعاوننا مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من أجل أنه نسعى لحتى نحن كمان نقر قانون يحدد الحد الأدنى للزواج هو بـ 18. لأنه بتعرفي بلبنان في عنا 15 قانون للأحوال الشخصية وكل طائفة بحسب مفاهيمها وإطارة بتحدد طبعًا. سن أدنى للزواج. وليش تحديدا زواج القاصرات؟ لأنه هو كمان أحد أشكال العنف ضد النساء. ليش؟ لأنه السيدة الفتاة اللي بتتزوج بسن مبكرة بتتعرض لعنف جسدي عنف معنوي
حتى نحن الاحصائيات بتقلنا انه اي سيده تزوج بسن مبكره بصير عندها قابليه حتى انها تعتبر انه العنف اذا تعرضت للعنف انه العنف مثلا الاسري او الزوجي هو من جزء من شيء طبيعي ومش شيء مستهجن. يعني نحن بنشوف حتى في تاثيرات نفسيه يعني السيده كمان اللي بتتزوج بسن مبكره كمان الاحصاءات بتقلنا انه بتتعرض كمان لمشاكل على المستوى النفسي. يعني هو الموضوع بحد ذاته فيه كتير نقاط ممكن وعناوين ممكن نسطرها اليوم. مشلين من ضمن هيدي الحمله طبعا الهيئه الوطنيه لشؤون المراه كان عندها نشاطات عديده، يا ريت بتخبرينا يعني بلشتوا ببعلبك بطرابلس وايضا كان في مع البوم باستر ايضا نشاطات، خبرينا. صحيح، نحن اضافه للحمله الاعلاميه والاعلانيه اللي اقمناها مع الامم المتحده كان عندنا نشاطات على الارض. افتتحنا الحملة ب 25 شهر ببعلبك بلقاء تشاركي مع اختصاصيين ومع طلاب من المنطقة. كانت الدعوة أكيد بين الهيئة الوطنية برئاسة سيدة كلودين عنروكوز ومحافظ بعلبك، وختمناها بإضاءة بعلبك باللون البرتقالي اللي هو اللون المعتمد للحملة عالميا. من بعد كان عنا لقاء بطرابلس كمان، كان وبهذا اللقاء تم عرض فيلم نور يلي بيحكي عن زوج الأطفال. مش في صور كمان رح ترفقنا هلا خلال الحديث لأنه هدول الصور هن أيضا من النشاطات. من النشاطات صحيح، كان في بطرابلس عرض فيلم نور وكمان حلقة نقاش وكمان أضيء مركز الصفدة باللون البرتقالي. من بعدها كان عنا لقاء مع راهبات الراعي الصالح يلي هن راهبات يلي بيستقبلوا الفتيات المعنفات ويلي تم تزويجهم يمكن على بكير والأطفال المهمشين وأكيد بيعتنوا فيهم. كان في لقاء مشترك وكان في شهادات حية صراحة بهذا اللقاء كان كتير مؤثر مع راهبات الراعي الصالح. ايضا تم كمان من يومين كمان بمركز صفدي بطرابلس لقاء حول الافلات من العقاب بجرائم التحرش الجنسي. كمان كانت الهيئه شريكه بهذا الايفنما. وختام هيدي الحمله يلي بتخلص ب 10 الشهر، نحن ب 9 الشهر عندنا العرض الاول افان بريمير لفيلم دي ليلي اباري. هو فيلم للكاتب والمخرج ميشيل اوسلو، رح يكون موجود بلبنان بالافان بريمير. هي الدعوه من رئيسه الهيئه السيده كلودين عنروكوز والسفير الفرنسي، رح يكون فيها سياسيين واعلاميين. الفيلم بيحكي عن العنف يلي بتتواجه يعني يلي بتتعرض له الفتيات. دي ليلي هي سفيرة اليونيسف، شخصية دي ليلي فيه مساج كتير حلو وأكيد بنطمح إن شاء الله رح يكون بالمدارس تاي يوصل المساج تبع العنف. بنتمنى أنه هالنشاطات اللي عملناها على الأرض والنشاطات التوعوية تودي أول شيء أنه الأهل ما بقى يزوج أولادهم تحت 18 سنة، حتى الأطفال لأنه بنعرف أوقات في فتيات بيكونوا بعمر معين بيكونوا عم بيهربوا من واقع معين بالبيت بيقدموا على الزواج قبل 18. هن ما بيكونوا عارفين شو ناطرهم وشو المسؤوليات والتغيير الجذري يلي رح يصير بحياتهم ويلي هن بفكروا أحلى من الجو اللي عايشين وبيروحوا من سيء لأسوأ. وكمان للمشرع أنه خلينا نحمي أطفالنا من ظاهرة مفروض تنتهي ال 18، يمكن حتى قليل أوقات على الزواج بما أنه الطفل او الطفله بيكونوا بعد ما اكملوا دراساتهم الجامعيه. صحيح. وما بيكونوا جاهزين ابدا لهالمسؤوليه. عشان هيك كثير حلو قلتوا انه كمان ممكن هالفيلم ينعرض بالمدارس لانه أكيد التوعيه بتبلش من عمر صغير وبيقدر صحيح. الطفل يفهم ويقول في حال تعرض لهيك موضوع انه لا انا ما بدي. صحيح. أخدع. اليوم رولا قد ايه مهم هالتشابك وهالمشاركه بالعمل باهداف واحده مع الهيئات مع بعضها، يعني اليوم هيئه الامم المتحده للنساء وايضا الهيئه الوطنيه لشؤون المراه اللبنانيه، حلو هالتعاون دائما يكون موجود لنقدر نوصل لعدد اكبر من الناس ونقدر نحقق نشاطات اكبر. صحيح، نحن هالحمله هي منظومه الامم المتحده كامله، يعني جميع وكالات الامم المتحده العامله بلبنان تعاونت مع الهيئه الوطنيه لشؤون المراه على هالحمله بكير عليها. إنما نحن كهيئة أمم المتحدة للمرأة مشاريعنا دائما بتكون بالتوازي والتعاون مع الوزارات المعنية. نعم. مع هيئات المجتمع المدني، مع الهيئات الوطنية يلي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية واحدة منهم، لأن بالآخر دورنا هو تقني، هو إن نحن نعطي أي معرفة تقنية نحن اكتسبناها على مر السنوات. نعم. على المستوى العالمي إن نعطيها كمان للمجتمع اللبناني لحتى يقدروا هن كمان يستفيدوا منه.
هيدا جزء من الموضوع. والجزء الثاني انه نحن بالاخر دورنا هو مواكبه، هو دعم مش بس بالمعنى المالي، هو دعم بالاول لحتى الخبرات تكون متشاركه، لحتى مثلا هلا 13-25 نحن عم نشتغل على الخطه الوطنيه لتطبيق القرار 13-25 حول المراه والسلام والامن، يلي هو قرار طلع من مجلس الامن سنه 2000 ويعنى بحماية النساء، لأن نحن بنعرف أنه إجمالاً النساء هن الحلقة الأضعف خصوصاً بالصراعات الحربية، يعني للأسف بيكونوا هن مجال لحتى هن للأسف بيصيروا حتى نوع من البضاعة، يعني عذراً على استخدام هالتعبير بس لأنه هيدا الواقع، أنه ينتهكوا على المستوى الجسدي وعلى المستوى النفسي. بنفس الوقت النساء حسب ما يبدو وحسب ما كمان شفنا بالتجارب العالمية أنه النساء عندهم قدرة أكبر على أنه نكون مفاوضات للسلام، وهن من هالسبب نحن منحب كمان أنه ندعم النساء ونخلي مشاركتهم أساسية وخصوصا على مستوى صنع القرار. يعني وقت يكون في مفاوضات سلام لازم المرأة تكون حاضرة على الطاولة وبالمجتمع يعني ككل. لكن هذا واحد من النشاطات، رح تخبرينا بعد شوي كمان عن نشاطات أخرى ممكن يكون عندكم هون، ولكن مشلين أحب أحكي شوي عن اللي دشنته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية واللجنة الروترية للمياه بلبنان. صحيح. مع سجن بعبدة للنساء، هيدا مبارح صار. بنعرف انه اغلبية السجون بلبنان ما فيها او بوتابل، ما فيها مي صالحة للشرب، ونحن بنعرف انه الانسان قد ما اخطا بحياته وقد ما يعني الخيارات اللي اخذتها وصلته حتى يصير سجين، بس هو له حق انه يعيش ببيئه نظيفه وعلى الاقل انه يشرب مي نظيفه. من هون طلعت الفكره بين الهيئه الوطنيه والروتري، وبلشنا بسجن بعبدة للنساء. امبارح افتتحنا نظام تنقيه المياه، وكمان قامت الروتري باعاده تاهيل لقسم من السجن. فعلا كان يعني كان ايفنما كتير صغير بس كتير معبر. كمان السيدة كلودين عنروك جلت على السجينات، شفنا شوي احوال السجن، هيدي خطوه لقدام. وبفتكر كمان الروتري يعني حامله هم السجون، هي بلشت بوضع المياه النقيه بمختلف مدارس الرسميه وهلا مشروع كبير للسجون. نحن انبسطنا بالايفن ماي اللي صار امبارح لانه هو عم بيعمل فرق صغير بحياه السجينات، انه على القليل يشربوا مي نظيفه ومكرره. صحيح. وطبعا بعد في نشاطات ثانيه بنحكي عنها. لا شو النشاطات الأخرى؟ ما بعرف إذا هي موازية للحملة أو في نشاطات تانية عم تشتغلوا عليها على مدى السنة الجديدة. نعم كمان. طبعا نحن الحملة حملة 16 يوم هي حملة سنوية، يعني نحن سنويا منصر أنه نحن نكون فاعلات بهذا المجال. من كم سنة مثلا القانون 522 حول الزواج المغتصب من ضحيته وكيف يعفى من العقاب، نحن عم اشتغلنا عليه حتى ازيلت هالفقره من القانون، وهذا شيء انجاز نحن نفتخر فيه، وبنحس انه نحن كمان التطور على مستوى القانون شيء كثير مهم لانه هو بالاخر حمايه طبعا. حمايه لاي ناجيه من العنف. نحن طبعا شغلنا له علاقه كمان بالتمكين الاقتصادي. نحن بنحب انه اي سيده تحس انه هي قادره تشتغل، بقى نحن بنعمل تدريب، بنقدم تدريب لنساء بمختلف المناطق اللبنانيه بالتعاون مع وزاره الشؤون الاجتماعيه. باوقات بيصير تدريب بمراكز الشؤون الاجتماعيه، وبنتعاون طبعا مع جمعيات اهليه عده. التمكين الاقتصادي بيخليها هي كمان تقدر تحمي حالها بشكل افضل. والخطة الوطنية طبعا 13-25 يلي قريبا ستقار بمجلس وزراء الأراضي، بس يصير في عنا حكومة جديدة إن شاء الله. بشكل سريع مشلين، في أي نشاطات جديدة قريبة؟ أكيد نحن بس يعني هيدا الحملة كانت عن تزويج الأطفال، نحن كتير قوانين عم نشتغل عليها. أكيد قانون العنف يلي أخذ 7 سنين مناقشة، والسيدة كلودين عنروكوس كانت حاضرة شخصيا بالمناقشة كل هالوقت ويلي أقر. هلأ حاليا تقدم 10 نواب من مختلف الكتل النيابية باقتراح تعديل القانون
القانون على من بعد ممارسة 4 سنين يمكن تلقى فيه ثغرات معينة رح تتصحح. نحن بنعتبر أنه 17-45 الخط الساخن للعنف الأسري يلي أكيد حكيتوا عنه، يلي هو صار هلأ مش بس المعنفة، حيال لحدا الجيران لأصحاب الأولاد صار فيهم يتصلوا، وقوى الأمن الداخلي عناصرهم مدربين كيف يتعاملوا مع هالحالات. عنا أكيد عم نشتغل على القانون حق الأم اللبنانية تعطي الجنسية لأولادها، عم نشتغل على المساواة الكاملة بقانوني العمل والضمان الاجتماعي تيكون في مساواة بين المرأة والرجل. هيدا على الصعيد القانوني، وعملنا مستمر على الصعيد القانوني، على الصعيد التوعوي، على الصعيد الصحي بحملات عم نعملها بكل المناطق. إن شاء الله منغير الذهنية ومنغير القوانين لمجتمع أفضل، لأنه بالنهاية وقت الإمرأة تكون متساوية مع الرجل المجتمع أكيد بيكون أفضل. يعني مثل ما قلت بيبدأ تغيير بتغيير الذهنية وبالوعي والتوعية، وهذا اللي أنتم عم بتقوموا فيه. مشكورين طبعا رولا راشد، ميشلين الياس مسعد، أهلا وسهلا فيكم بأحلى صباح. Thank you. شكرا. مشاهدينا رح نتوقف لحظات قليلة مع بريك عليني ونرجع نتابع. دينا صباح الخير لكم من جديد وين ما كنتوا عم تتابعونا سواء مستمرين بمجموعة فقرات ولقاءات. وطبعا بهذه الفترة من السنة تكتر اللقاءات اللي منضوي فيها على النشاطات الميلادية. سواء رح نتعرف أكثر على مشروع القرية الميلادية اللي عم بيتم تصميمها من خلال موضوع فرز وتدوير النفايات. كل هذه التفاصيل مع صاحب المشروع اللي بلش من 13 سنة أستاذ سامي المسيح. أستاذ سامي صباح الخير، أهلا وسهلا فيك، يعطيك ألف عافية. 13 سنة بلشت بالمشروع، كيف خطرت الفكرة عبالك؟ هي موجودة عندي الهواية، أنا بحب أشتغل ميكانيك. نعم. أنا وصغير كان اللعب كلهم أنا عيد تدويرهم، يعني صنعهم عزوي. مع الوقت خلقت مشكلة الفضلات اللي عنا بالبلد. قلت ليش أنا ما بعمل مشروع قرية تراثية، قرية تراثية بس حطيتها مناسبة عيد الميلاد. نعم. صير قرية ميلادية. صرت أجيب مثلا ألعاب مكبوبة، فضلات ميكانيك، مراوح، غسالات، ميكروويفات، تياب مكبوبة، لعب الأولاد. صمم أنا بلحم يعني أكسجين وأستيلان، بصمم المشروع. نعم. الفكرة اللي بدي إياها، وجيب البوبي الراسة، الرجال بحاولوا بسيف الجلي، كمان سيف الجلي بس استعملوا بكبوه. نعم. هي بحاولوا لشعر لدقن. نعم. يعني كل نفايات الصلبة إذا صح التعبير عم تشتغل فيها لحتى تتحول لقرية تراثية. مزبوط. بمناسبة عيد الميلاد. العمل فردي ولا أنت بتشتغل مع مجموعة من الناس؟ لا فردي، أنا كل شيء بصنع، بلبس كهرباء، تصنيع، الفكرة كله أنا، حتى بركبها. نعم. وبفكها وبزقها واحدة. كل العملية من الألف يعني للياء مثل ما بيقولوا هي من شغلك. أستاذ، يعني كيف أول سنة انطلقت؟ وين كانت القرية الميلادية؟ بلشت بشخصين بالبيت. نعم. أول شيء عملتهم عملوا إعجابهم، العالم يجوا يتفرجوا عليها جيران، قالوا لي نصحهم ليش ما بطلع على برا مثلا نحطها برعية ببلدية. نعم. زدت 5 أشخاص، حطيتها بأول شيء برعية حد بيتنا. أي رعية تحديدا؟ سيدة المعونات. سيدة المعونات. نعم. بزوق مكير. بزوق مكير. مزبوط. نعم. جاءت زدت 10 أشخاص، انقلتها سيدة الوردية. نعم. جاءت حطها بمدارس، من مدرسة لمدرسة لبلدية، يجيبوا تلاميذ المدارس يعلمون على كيف ما نكب على الطرقات، كيف منصنع، شو منستفيد من النفايات. نعم. نلوث البيئة، كيف فينا نحول كل الأشياء السلبية لمواضيع إيجابية تحديدا. نعم. يعني بهذا الإطار. العمل صعب ولا لا؟ يعني أنت صرت معول بالنسبة لي هين كتير، لأن أنا. نعم. أنا مش متعلمة الميكانيك والكهرباء، مش. نعم. متعلمة، أنا تارك المدرسة بالسينكيام يعني الصفوف صغيرة، بس عندي هيك هواية مثل موهبة. نعم. كيف واحد بيرسم، انا ما برسم على ورقه، كل شيء برسمه براسي بنفذه دغري. بتنفذه دغري مباشره؟ دغري، كلها اشخاص تراثيين من الضيعه اللبنانيه. نعم. نعم. ولا كانت 13 سنه. نعم. من ضيعة لضيعة، من بلدة لبلدة، رعية لرعية، ايضا الناس عم تتجاوب مع هذا النوع يعني كثير بحبوها. وبيعملوا لها مدخول، انا بقدمها مجانا. نعم. بيعملوا لها مدخول، كل مدخولها بيروح لجمعيات خيريه بيساعدوا. نعم. فيهم فقراء. نعم. بالرعاية. بتعرف يا عالم كثير محتاجين. نعم. خلينا نشوف، نبلش نشوف. أوكي. فيديو نحن وياك سامي، وبنرجع بنعلق على هذا الفيديو لما. نعم. لما يبين قدامنا. قلت لي من سنه لسنه عم بتطورها. نعم. عم تزيد الاشخاص، عم. نعم. تزيد المساحه. اليوم قديش مساحتها العامه؟ هلا صارت وصلت ل 400 متر. نعم. فيها 135 شخص. نعم. عم نشوف نحن هون اشخاص بتتحرك، كلها بتتحرك، كلها ديتايات. نعم. كل شخص بيحرك راس وايده وكل شو اجراه يعني بينفذ. نعم. هون بتشتغل على الماء، يعني كل الصناعات اللي بالضيعه عملتها بقريه ميلاديه. نعم. نعم. عم نشوف هون نجاره، بعتقد نجاره، نجار،
هون الجالك من زمان كانوا يبرموا يسنوا يدفعوا جريون يسنوا السكاكين هون بيعصروا العنب. نعم عصير العنب. عصير العنب هون من زمان كانوا بتفتح الباب النول عرفتها النول هيدي. هون من زمان كان السقف كله تراب يحدلو السقف. نعم يحدلو هذا كل شخص 30 سنتيمتر و 40 سنتيمتر. نعم قد ايه مساحتها الكلية يعني 400 متر وصلت 400 مربع فيها 135 شخص. هيدا بيشرب بيفتح تمه بيعلي هيدا المحقين المي بيشتغل على الجزمي شبت بينزل كلها لحصي في الجلي كلها من النفايات. تعرف مشكلة البلد عنا الدولة مش عم تلاقي حل. هي فكرة صغيرة. نعم. هو جزء من حل يعني لو كثير أمور يعني فينا نكررها. مزبوط. لو منفوت بعملية تكرير بشكل عام بعتقد نوصل كلنا لحل. مزبوط. ولكن بده الموضوع بده تخطيط وبده رؤية وبده يعني إن شاء الله على أمل بيوم الأيام. هون عم نتابع الصور من مزبوط. القرية. مزبوط هون كانوا من زمان يخضوا الحليب يطلع سمنة هي بتبرم. نعم. بتنزل لها. بس عفوا ليش سميتها قرية ميلادية وهي قرية تراثية يعني هي تراثية يعني وقت الميلاد انا بركبها مرة ركبتها بالصيف قرية. نعم. تراثية يعني نعم لكن هي قرية تراثية. أيوه. نعم. بتحطها لمناسبة عيد الميلاد لمناسبة يعني ما شفنا فيها مغارة فيها مرت اول شيء فيها العذراء بتهز للمسيح المجوس بيحنوا. نعم. كلهم شفت كيف بيشرب بينزل مي كلهم بيشتغلوا بهالديتايات هيدي. هلا بيمرق يمكن في فيديو كيف مصنع هيدا شفتوا هذا لابس هلا بيمرق ميكانيك كيف ركبت هذه الشخصيه. نعم. بتسمي شخصيتك لا بتعطيهم اسامي لا ما في اسامي كيف بتتخيلهم كيف بتركبهم هون عم نشوف فعلا هذا كيف كان ميكانيك هون الاتوليه. نعم. عندي اوكي هون بالشغل مطرح ما بشتغل عطيني اتوليه. نعم كثير ركب هذا كل شخص بياخذ شهر شغل مينيموم يعني لانه العمليه كثير يعني ما في ميكانيك ما فيش الكترونيك ما فيش وانا مش دارسها. نعم هذا راس لعبه كان مكبوب قصيته بتحول شفناه قبل بالسيف. اوكي المي اللي بتنزل وين بتروح؟ السيركوي بالزعيم وعمل له زعيم ببطنه بيرجع لتحت في تحت خزان بيرجع بيرد السيركوي بسويتش شوي تماما. بدها صيانه هيدي الشخصيات دائما؟ في بتشتغل على او في اشخاص بيشتغلوا على الجاذبيه على المي اذا بتنقص بتوقف. يعني عم شوف هذه الشخصية يعني ولما بدك تخترع شخصية كيف بتبلش تخترعها من أي يعني شو هي الفكرة الأولى كيف بتبلش؟ شوف مثلا عندك؟ اعتبر شفت واحد عم يشرب مي بالبري دغري بحللها براسي. نعم. بروح بلش نفذها وأنا صار عندي فكر كيف بدي أجمع الأغراض مثلا بقول لفلان عندك مروحة خربانة عندك مايكروويف بجيبهم. نعم كثير فك الموتورات الشرطان كل شيء هي إذا بتزينها فيها بحدود ال 1200 كيلو نفايات فيها 600 متر شرطان شريط المروحة مثلا خلينا نقصه. نعم. بوصل كذا هيك بدك تعده. نعم. نعم. في بشو اسمه من السنة الماضية دعيتني دعيوني مسؤولين بقصر الجمهوري طلعت قصر الجمهوري اجتمعت معهم كانت بنته للرئيس مدام كلودين عون بدها تحطها يعملوا مشروع يركبوها على عيد الميلاد. نعم. ويجيبوا تمييز مدارس يعلمون على الريسيكلاج كيف من قصر. نعم. الشعب وفوق تأجل المشروع ما نعم. نعم على ما رجع يبصر النور قريبا. السنة وين رح تكون القرية التراثية؟ السنة بدنا نركبها بماريو حنا البوار. نعم قد ايه بتاخذ وقت تركيب؟ شو جمعة ونص هي بتضل بعد العيد شهرين يعني مش دغري بتنفع. نعم وهلا ركبت صارت جاهزة ولا بعد؟ عم تتركب قد ايه بعد بدها وقت؟ بدها شي جمعة ونص بعد بدها حوالي اسبوع ايه ونص. انا وحدي بزق وبركب. نعم انت بتعمل كل هيدي التفاصيل ما بتوصل تشتري ولا غرض؟ ابدا ولا غرض حتى الورق التبي تبعها من فضلات ما عمل الورق بروح لعندهم بكبوا الورق بجيبهم انا بظبطهم وبعمل لهم التبي تبعها البيوت الفلين الابيض تبع اللي بيستخدموا فيه البرادات والغسالات كانوا يجيبهم بقصصهم بصمم بتفكر تعلم حدا يعني بيجي على بالك تعلم حدا شو عم تعمل؟ مزبوط اجوا لعندي بجامعه الكاسليك وجامعه الانديو صوروني كيف عم صنع وعلموا التلاميذ انه كيف الفكره من لا شيء بنخلق كيف فينا نركب فكره ايه؟ من ولا شيء مزبوط مزبوط تلميذ الهندسه الميكانيك. نعم لوين معقول لوين مفكر توصل بالشيء اللي عم تعمله بهذا الاطار؟ هلا ليك السنه لقيت صعوبه بمبادئ ما في بعد صاله بالساعه. نعم. بصعوبه لقيت صاله. هلا في مشروع حكينا عليه بده يطلعوه على كندا يركبوا للجيل اللبناني بكندا قضايا تراثية. بس انت لوين مفكر توصل بهذا الشغل يعني معقول بيوم من الايام تقول القرية التراثية اكتفيت منها بدي اعمر شيء تاني بلش بشيء تاني هل في يعني مشاريع هيك بشوي شوي بدك تبلش تنفذها؟ لك انا بدي حابب اعملها ضيعات تراثية ثابتة سياحية هذا المشروع الفكرة يعني ببالك مساحة من الارض تسقفها مزبوط دعمي من الدولة لان انا ماديا يعني مش قادر على المشروع دعمي من الدولة كيف مثلا قصر موسى تنحط
بمطرح وسياحية بسيطة. بتواصل مع معنيين مع مسؤولين يعني في حركة بهذا الإطار؟ السنة الماضية كمان تواصلت طلب قدمت طلب بوزارة الصناعة بنائبة الحرفية نعم بس رفضوا لي الطلب ما بعرف شو يعني على أمل كل أحلامك تبصر النور وفعلا هذا العمل يستمر وهذه مبادرة شخصية طبعا نحن بننوه فيها ونحترمها لأنه مبادرة من ولا شيء قدرت تعمل شيء وهذه صنعة يعني مش هين أنه إنسان يكون عنده هذه الموهبة. أهلا وسهلا فيك معنا بصبحيتنا سامي المسيح صاحب مشروع القرية التراثية اللي هي بتتم العمل عليها من خلال إعادة تدوير النفايات الصلبة. أهلا وسهلا فيك معنا باستديوهاتنا شكرا لك على هذه المعلومات. أهلا وسهلا فيك مشاهدينا. ايضا نحن وياكم عم نتابع ببرنامجنا مجموعه من الفقرات ومجموعه من الضيوف لليوم ما زالوا بانتظاركم ولكن هلا بننتقل الى بريك قصير ومنتابع. لأنه بالشكر تدوم النعم وبعرف في كتار ناس يا ما حطوا إيدهم بهالرعية وبهالكنيسة تضل واقفة لليوم بس اليوم مشان ركن الصلاة أكيد بدي أشكر خينا يوسف كمايت وعائلته اللي قدموا كل هالأرضية تبع الركن والزاوية بدي أشكر عائلة خينا يوسف الزغبي بدي أشكر عائلة عراقية كانت دايماً تداوم معنا هون بالقدسات قبل ما فلوا تركوا مبلغ صغير وقالوا لي أبونا يا ريت فينا نكون عم نساعد بحلمك. تعدكم لنارها المقدسة لكي تصيروا قدسا مقدسا يقرب على مائدة الرب المقدسة. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح ربنا يبارككم يبارك حضوركم بهالرعية وإن شاء الله نضل هيك نضل مجموعين بالفرح. مبدئياً هيدا فرحة كبيرة اليوم لرعيتنا لافتتاح زاوية الصلاة ركن الصلاة ليكون بخدمة كل المؤمنين يلي أوقات لأسباب أمنية ولأسباب تكون الكنيسة مسكرة وفرحنا أكبر أنه اليوم الرعية كلها مجموعة وإن شاء الله أكيد منتمنى بشفاعة أمنا مريم الحب البيها بلا دنس والقديس روكوز يكون كل يلي عم بيتشفع لهم يكون عم بينال
مش ما يطلبه أكثر من أنه ما يفيد نفسه وخلاصه. بعد بداية الشهر الميلادي في عنا كثير من النشاطات. هلأ افتتحنا النشاطات بنشاط برعية مروكوز، هو تدشين زاوية للصلاة. هالزاوية فيها سيد العذراء وفيها مروكوز وأكيد بيظللها الصليب. متابعين معكم ومن أجواء الميلاد طبعا بالمطبخ ما عنا إلا نحضر أشياء تلبق لزمن الميلاد. بونجور شيف نادين. بونجور أنا، كيفك اليوم؟ سافا الحمد لله. اليوم رح نعمل بان دي بيس. صح، بان دي بيس أو سبايس كيك. سبايس كيك في كتير مكونات، مظبوط، هي فيها بهارات أكثر مما هو فعليا مكونات. نعم. البان دي بيس هو كناية عن خبزة بتشبه خبزة البان دومي. أوكي. أوكي، بس الطعمة تبعولها هي سكر مع حر، سكر حر ملح. أوكي. أوكي، يعني بتلبق كتير على هلأ بتعرفي صار شتاء وأكيد كريسمس جاي مع المبيد مع الأجبان على جميع أنواعها. يعني فينا نحضر القالب ونحطه إلى جانب جات الفروماجري، أو فينا كمان نكون نحن عم نستعمله ككنابي، يعني بدل ما نكون عم نحط كنابي العادية نكون عم نعمل البان دي بيس وعم نحط عليه الأجبان. تمام. أوكي، فإذا ستيب 1 هو الأساس اليوم من حلقتنا، هو نعلمهم كيف يحضروا البان دي بيس بقلب البيت. نعم. أوكي، فإذا أول شيء نحن شو بحاجة؟ نحن بحاجة للطحين، كناية عن كوبين من الطحين، كوب من السكر بودرة. أوكي. وكوب من العسل أو تقريبا ما يوازي 250 جرام عسل. أوكي. بيضتين، حبة البركة، البهارات اللي نحن بحاجة لها. أولا مفروض نحن نستعمل شيء اسمه فور سبايسز، أو إذا بدك بيشبهوا البهارات اللي نحن منحطهم أو للفاهيتا أو للبايلا، يعني فينا نجيب هول البهارات ونحط منهم. أوكي. أوكي، إضافة إلى شوية بابريكا زيادة، شوية قرفة ناعمة زيادة، زنجبيل كمان، برش جوزة الطيب. نعم. أوكي، برشت جوزة الطيب وحطيتهم تشيلي باودر حتى كمان أخذ طعمة الحر زيادة، يعني حتى نحس بشعطة الحر بقلبهم. واللي بيميز كمان هيدا الموضوع هو اليانسون الناعم، ملعقة كبيرة رشة فانيل بما أنه في عنا بيض، وملعقتين صغار بيكينج باودر. هيدا المزيج كله سوا بدون يخلطوا مع بعضهم، وبينضاف لقلهم الحليب. بس قبل ما نبلش بالمزيج في عنا ستيب 1 اللي هي العسل، يا يعني منحطه بالمايكرويف أو منحطه بقلب الطنجرة حتى يصير رخو ويمد معي بقلب العجينة ما يدبق. أوكي. 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 فأذن هيدا ستيب 1. أحط العسل هلأ هون، هو على الحرارة تلقائيا بيصير سائل. لبين ما كان العسل صار ليكيد أو رخو منكون نحنا مزجنا الباقيين. مزجنا الباقيين. تمام. خليهم على نار خفيفة حتى ما يحترقوا، هيدي الشغلة كمان بدنا ننتبه لها. فإذا أول شيء لحط الطحين مع السكر بودرة. رح أرجع عيد، كوبين من الطحين، كوب سكر بودرة، كوب ما تجوا حالي، كوب من العسل. أوكي، على هيدا المزيج بدنا نضيف البهارات، ملعقة ينسون بودر كبيرة، رشة فانيل صغيرة بما أنه هلأ بدنا نضيف البيض. شو الوضع عندك؟ شو بدك حرك؟ شفت كيف صار سائل؟ دغري بيدوب. مع ملعقتين صغار بيكينج باودر. أوكي؟ أوكي. أرجع عيد، كوبين من الطحين، كوب سكر بودرة، ملعقة ينسون ناعم، ملعقة صغيرة فانيل، وملعقتين صغار بيكينج باودر، برش جوزة الطيب. فينا نكون نحنا برشين جوزة الطيب، هلا في حال نحنا برشينا نستعمل كمية أقل لأنه بتنكه أكتر. أوكي. أوكي؟ تشيلي باودر حسب قد ايه احنا بنحب الحار. اوكي، اللي بحب الحار بيزيد الكميه اكثر. عندنا الزنجبيل، عم تحطي ملعقه صغيره تقريبا من كل شيء. مزبوط. قرفه ناعمه بحبحها شوي صغيره لانه ما بتاثر كثير على الطعمه نيجاتيفمون اذا بدك. بابريكا
والفور سبايسز او فينا نستعمل البهارات مثل ما قلت لك او البايلا او الفاهيتا. اوكي، واذا ما عندنا الفور سبايسز ساعتها بنحط بس نكتفي بالبهارات اللي انا حطيتهم. اوكي اوكي، فاذا هون خلصنا منهم. هلا بدنا نضيف العسل. من بعد ما نكون ذوبناه لاحظت الطعمه كيف؟ الطعمه رح بتكون ميكستشر بين الحلو والمالح والحر. والحر. نخلطهم مع بعضهم. من بعد ما نخلطهم بنضيف البيض وحده ورا الثانيه. هي اول بيضه. نخفق شوي صغيره. التكستور تبعولها بدها تطلع بتشبه التكستور تبع الجاتو، او اذا بدك اسمك شوي من الجاتو مثل الصفوف. اوكي، بس حتى نعرف قديش بدنا نزيد حليب. فوالا، هيدا البيض خلصنا. لكن رح ارجع عيد شو حطيت. كوبين من الطحين، كوب من السكر بودرة، كوب من العسل من بعد ما كنا دوبناه، ملعقة كبيرة ينسون ناعم، تشيلي باودر. من بعد ما ضفنا التشيلي باودر ضفنا الزنجبيل، ضفنا شوية بابريكا، قرفة ناعمة، برش جوزة الطيب، فينا نكون عم نضيف كمان رشة ملح ورشة فانيل، ملعقتين صغار بيكنج باودر. وهلا مزبوط عم ضيف الحليب. نحن بحاجة تقريبا بين الربع والنص كوب من الحليب حتى خلي الميكسشر كلها تاخد بعضها. اوكي، والزبدة اي متى؟ لا زبدة ماشي، زبدة من بعد ما نخبز. حسب شو بدك تحطي على الخبزة. اوكي، بنحط عادة نحن الزبدة حتى تعطي نكهة. أوكي، حتى نخلي مثلا تنفترض انا بدي احط عليهم صومون، حتى اخلي الصومون يلزق على الخبزة. اوكي، هيدا بعدين مزبوط 100% اثناء الاكل. صحيح. اوكي، بنجرب قد ما فينا نخفق حتى يبطلوا مكبتلي. مثل ما قلت التكستور تبعها مفروض تكون بتشبه الصفوف. الريحة رانا هلأ تشوفي كمان بعد الخبز ريحته غريبة لهيدا الكيك، يعني أصلاً اسمه غريب، يعني سبايس كيك تخيلي، وفيه كمان حلو وفيه البهارات. هو فرنساوي، تعرفي هن الفرنساويين مشهورين بهو الأخبار، وخاصة على كريسمس السبايس كيك هو أساس. هلأ رح زيد شوية حبة البركة ومنحطهم بقلب القالب. نستعمل قالب الانجليش كيك ريكتانجل. اوكي، ندهنه بالزيت والطحين ومنحط كل هيدول بقلبه ومندخل على الفرن. بقلب الفرن بده نص ساعة، يعني مثله مثل الصفوف اذا بدك. هلا حسب الكمية قد ايه، اكيد كل ما كانت الكمية قليلة بقلب الصينية كل ما صار بدهم وقت اقل، كل ما غمقنا اكثر كل ما صار بدهم وقت اكثر. لاحظت اللون؟ لونه بيشبه لصفوف الدبس شوي، او اذا بدك الخبز الاسمر. ايه اوكي، هلا بندخل على الفرن على حراره 180 درجه. اللي كانت 30 دقيقه تقريبا؟ لا 30 دقيقه. اوكي، فوالا. هلا رح ننتقل للمرحله الثانيه اللي هي بدنا نجرب نعمل شيء ب السبايس كيك، بالسبايس كيك اللي نحن حضرناه او البان دي بيس. اوكي، اليوم مع البان دي بيس رنا هلا اكيد عم نخبز نحن بالفرن، بس انا اكيد كنت خابزه قبل. هيك بيطلع شكله. مزبوط، هيك بيطلع شكله. فينا نقدمه مثل ما هو قالب ونقطع كم حبه، وبنكون نحن عاملين جات فرماجري على جنب وبصير كل واحد ياخذ البورسيون اللي بده اياها، او بنقطع كمان وبنعمله نحن بورسيونات بيشبهوا الكنابي، فيهم يكونوا كاري، فيهم يكونوا رون بالمقطع نحن نقطعهم، وفيهم يعني الموديل اللي نحن بدنا اياه. انا اليوم عملتهم تريانجل. اوكي، طعمتهم طعمه سكري مع حر، يعني عن جد شيء كثير طيب.
شيء كثير هيك غريب. اوكي بما انه في بقلب الخبزه طعمه السكري، حبيت اليوم اعمل معهم جبنه الروكفور او البوتشيز. اوكي اللي هي جبنه شوي حاده، نحن بنقولها جبنه المعفنه، كثير بتحبيها بعرف. فهيدي الجبنه، هيدي الجبنه بما انه هي حاده والخبز هيك فيه لدعة السكر كثير بتروح معه. كمان فينا نستعمل انواع ثانيه من الاجبان، خاصه هلا موسم الاجبان، يعني فيكم تحطوا حيالا نوع جبنه على كل بورسيون. فهلا حتى اكسر انا شوي من هالحديه اللي انت ما بتحبيها، جبت شويه جبنه فتة. تمام، فينا نخلطهم مع بعضهم. لا نخلطهم مع بعضهم هيك بنكون خففنا شوي من حديه جبنه الروكفور. اوكي لحطهم، رح تخلطيهم مع بعضهم حتى يصيروا موس. تمام، فينا نكون عم نحط بقلبهم شويه زبده، وفينا ما نحط، نكون عم نحط دغري على الخبزه. عادي بتدور على الطاقه الشمسيه. اوكي نجرب نطحنهم حتى يصيروا موس. هيدا الموس بنزين فيها نحن الخبز. اوكي اعطيني بس سكين او حيال اشي بس حتى اجرب. نزغرهم قد ما فينا حتى ينطحنوا مزبوط. فينا نضيف لهم شوية زبدة كمان بخليها تاخذ بعضها أكثر وأكثر. هلا مثل ما شايفة أنا حاطة على جنب شوية جوز، وفينا نستعمل كمان شوية كرامبوري أو شوية زبيب أسود. أوكي لأنه كمان البو سكري تبغوله، فهيك بنكون عم نعمل هيدا الميكسر بين الطعمات. انتبهوا كثير منيح انتوا عم تخلطون، جربوا ما يضل في شقف، حتى انتوا عم تعبوا بكيس القرطاس انتوا عم بتزينوا ما يصيروا يعلقوا الشقف بقلب الكيس. فكرة كثير حلوة للشتي عن جد، خاصة بتعرفي هلا كثير نبيد وتشيز اند واين وهيك، وفي كثير اشخاص ما بيحبوا يشوفوا عاده الركلات حتى مزبوط فينا نستعملهم كمقبلات بارده. في كثير اشخاص ما بيحبوا يشوفوا الجبنه، ايه البلو تشيز شكلها كيف سو هيك، بس هيك مطحونه كاموفلاج. بين كريمه مزبوط. ليك عم تطلع فيها رنا، شو بك رنا؟ لا مش شايفه حالك عم تطلع فيها للجبنه. بتحبها كثير كثير طيبه. يلا هلا بنعبي والاكل ازواق و... ايه طبعا طبعا، في ناس بتموت بهالجبنه وفي ناس بتموت من هالجبنه. طبعا طبعا. اوكي هلا بنعبي. ايه ما شفت ليش خلطتها انا حتى ما يطلع لونها كثير غامق، يطلع لونها بيشبه الفير اذا بدك او الفيروسه. صحه. فوالا صار سلبة طريقة. هلا اذا ما عندنا ال هيدا الصحة شفنا بنشر ده طلعت اليوم. ايه قولي لي، ايه فينا نستعمل كيس وناخذه نحن؟ ايه ليكي شوفي شو في عندنا هول كيس موجودين بكل السوبر ماركت. اوكي في خلص اشتغل اشتغل تك انت رقت شوي. ما انا مخنوقه ليش يا جماعه. تأثرت قال. يلا هلا بزبطهم. بس فكرتهم حلوة إن الواحد يقصهم هيك من مشي. أوقات بنقدر نعمل شيء كتير مهضوم على الطاولة. يلا خليني بس جيب سكين وكمل بالقص.
نوي تفرط يعني الخبزة خبزة متماسكة. شوفيها شوفيها، تحطي ايدك هيك علي عليك ولا شفتكي قاسية صح منا قاسية بتشبه لا الحلو. مش انه قاسية ما فيها تنبلع بس بتنقص يعني قصدي اذا قصيناها يعني رح قصها هلا قدام المشاهدين حتى يشوفوا ما بتنتزع مزبوط رح قصها قدام المشاهدين حتى يشوفوا كيف عم حط لي تريانجليت انا معي كاسين لبعضهم فوالا فيري ايزي انه تنقص حط قطعتين رح زد لك جبنة ايه بس انتبهي ما تشبع حالك ايه لا برافو لن قلعتي ايه عم فيك تشميها اليوم الجبنة ايه ماشي الحال يلا احتينا عنك ايوه هلا في عنا هون شوي علقوا هيدا كنت عم اقوله انا انه طحنوها مزبوط حتى مزبوط لانه بعد في شقفه جبنه على الانس صح هيدا بعده داير حسيتي؟ ايه بقول انا في شو شوفي يعني نادين اعطينا افكار لغير نوع جبن نقدر نعمل اللي عم نعمله هلا هلا بدي اسمي لك الاسماء فينا نعملها بجبنه الشيف فينا نعملها بكذا نوع فينا حتى بالصومون كنا عم نحضر هيدا البات مع الصومون في يعني في عنا ألف طريقه نقدر نكون عم نستعمل هيدا الخبز ولا مع الكابر ولا يلا هلا رح زين فينا نكون عم نزين بالجوز وحده ايه وحده لا هلا فينا اذا ما عندنا كثير وقت نحضر هذا الشيء فينا نجيب خبز العادل بس انه لانه البريزنتيشن هي الفكره ما هي الفكره انه نتعلم السبايس كيك اليوم يعني عرفتي ايه؟ حتى نكون عم نقدم اللي هو منه حلو منه كثير مالح بس حر بس حر بس حار هيدا اللي بيميزه الاشخاص اللي بيحبوا الحار انبسطوا منه اليوم يلا بعد ما نزين كم وحده تنفرجيهم اياها بشكل نهائي يلا ولو بس زيحه هيدا لنعملها معروف عينك هلا فينا نكون عم نستعمل كمان شويه شومر معهم اوكي هون شو ناقصنا زبيب كمان بيعطيهم هون شكل مهضوم تمام اكيد بيكملون بهيدا الطريقة بيكملون هن بالبيت اكيد على قد ما بحبوا يزيدوا فوالا بس خلينا نفرجي هيك بشكل شوفي الكاميرا انت كيف ظبطتي تمام لكن اليوم مع شيف نادين عملنا بان دي بيس او سبايس كيك مزبوط وزيناه بشافر مع فتا تشي روكفور سوري روكفور روكفور مش قادره تلفظها روكفور مع فتا وحطينا عليهم زبيب وجوز مزبوط 100% شيف نادين ثانك يو ثانك يو لك رنا ميرسي بوكو لك مشاهدينا رح ننتقل هلا لنتابع لقاء مسجل مع زميل شادي ريش بيستقبل فيه حسناء طانيوس مشاهدينا منتابع صبحيتنا نحن وياكم برحب فيكم من جديد منروح لموضوع آخر منروح لشمال لبنان يمكن منختلف بالشكل بس خلينا نتفق انه المضمون زيته وأوقات أحسن
هيدا هي رسالة اللي أرادت مؤسسة روني معوض إطلاقها باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويلي صادف بتالت من كانون الأول. رح نحكي أكثر بإطار هذا الموضوع، بإطار الإنسانية، بإطار المساواة، لأنه على قد ما اختلفنا وقد ما كنا مميزين بمجتمعنا منكون بيئة غنية لبناء مجتمع أفضل. وهذه هي رسالة يلي أصر عليها دائما الجسم الكامل من خلال مؤسسة روني معوض ومن خلال الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بشمال لبنان. بصرنا استضيف معي بالاستوديو دكتور حسناء معوض طانيوس، مسؤولة القطاع التربوي بمؤسسة روني معوض. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. شكرا. يعطيكم ألف عافية بالبداية على المجهود كله يلي عم تقوموا فيه على مدار السنة، وكمان هلأ بإطار اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. رح انطلق من السلوغان، من الجملة يلي هي ملفتة، يلي فيها كم من الإنسانية، من الرعاية، من الحب. يمكن نختلف بالشكل، بس خلينا نتفق أنه المضمون ذاته وأوقات أحسن. أكيد. بداية بحب أشكر تيري ريبان على استضافته لألنا لإلقاء الضوء على موضوع بهم كل المجتمع، مش بس المجتمع المدني. انطلاقا من شعار السنة اللي اعتمدته مؤسسة روني معوض، كان الهدف إشراك أكبر قدر ممكن على مساحة الوطن بالوطن. مثل ما سبق الدكتور جربيع وحكي قبلي، كتير مهم أنه يكون في اختلاف، وتيكون في هذا الاختلاف لازم نضوي على الأشخاص المختلفين، قد يكونوا مختلفين لكن غير متخلفين. ضمن هذا الإطار مؤسسة روني معوض كانت حريصة دايما لأنه تسعى لدمج كل الأشخاص بالوطن وبنشاطاتها، ومن هون ضمن سياستها لبناء قدرات الشباب اللي بتبين لنا الدراسات قد ايه هيدي الفئة هي مهمشة، لأنه للأسف الشديد معظم المانحين ما بيشوفوها لا ضمن إطار شريحة الأطفال ولا ضمن إطار شريحة الكبار. من هون كان لابد أنه نحن نكون عم نستهدف أشخاص هني بأمس الحاجة لإلنا لبناء قدراتهم، إما عن طريق دورات تدريبية ضمن إطار تدريب المهني المعجل، أو دورات لغوية، أو حتى مهارات حياتية. وأكيد ما بيكفي أنه نساهم بدمج هول الشباب والصبايا من خلال التعليم، لبل يجب مساندة هول الأشخاص على صعيد النفس الاجتماعي. من هون القيمة المضافة يمكن لتدخل مؤسسة روني معوض بيكمن بتأمين أو بإعطاء بيئة مختلفة من الخدمات لهول الأشخاص. أداء العمل كمان هون دكتور بيقتصر على إشراك المجتمع كله بتقبل الاختلاف، بالانخراط بحياة المجتمع، بالاستقلالية المادية لهؤلاء الأشخاص اللي كمان هن إنسان ومن حقهم أكيد أنهم يكونوا عم ينعموا بحقوق مثلهم مثل أي إنسان آخر. قديه في تشديد على هالنقطة، قديه موضوع الدمج كمان إن كان بالعمل بالدراسة مهم، قديه لازم يكون فيه رحابة صدر وتثقيف وتوعية بهذا الإطار. برأيي إذا بده يكون عندنا مجتمع متوازن لازم يكون عم ندمج كل الأشخاص، وانطلاقا من اتفاقيات حقوق الطفل، من سياسات حماية الأطفال. ما بيكفي بس قدم الحقوق الأساسية، لبل لازم انظر للحق في عدم التمييز وفي معاملة خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. من هون كان في لفتي من مؤسسة روني معوض ضمن إطار مشروع ممول من اليونيسف، تشكر على هيدا التمويل، لإدماج المجتمع بنشاطات شبابية تنفذ من قبل أشخاص من المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة لزيادة التوعية على أهمية إدماج هؤلاء الأشخاص بالمجتمع وعدم تمييزهم. نعم. لأنه مثل ما سبق وحكينا كتير مهم أنه يكون عندنا اختلاف بالمجتمع، وبرأيي وقت الشخص يكون عنده إرادة كل أنواع الإعاقات بتزول. طبعا لما نحكي عن هذا التعاون مع اليونيسف، مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، لما نحكي كمان عن التعاون مع جمعية العناية الإلهية، وأيضا الجهود اللي عم تقوم فيها مؤسسة روني معوض، خبريني عن هالشراكة، كيف ترجمت فعليا على الأرض، وكيف رح تتابع؟ لأنه بعرف أنه أنتو ما بتقوموا بنشاط بيخلص بأرضه. صحيح. إنما بيكون في فولو أب، بيكون في متابعة. مزبوط. ضمن استراتيجية مؤسسة روني معوض وهدفها اللي بيهدف بالأساس لبناء الإنسان ككل، كان في عقود شراكة مع جمعيات مختلفة بتستهدف أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. على سبيل المثال العناية الإلهية، لكن في مبادرة
كثير حثيثة على التوعية على كيفية دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. هون عم نشوف على الكاميرا مسرحية من قبل شباب وصبايا نفذوها، نعم. استوحوا الأعمال من أعمال ريمي بندلي وانعرضت بعدة مدارس بمنطقة حلو. الشمال. شباب والصبايا بيستفيدوا من خدمات جمعية واحة الفرح بالكورة. كان عندنا كمان مبادرة تانية تنفذت بطرابلس عبر منتدى المعوقين. يشكر محافظ الشمال على المبادرة يلي قدم كل الدعم لمؤسسة روني معوض للتوعية على أنه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بحق لهم يكون عندهم موقف ويصفوا. وضمن هيدا الإطار فرضت بلدية طرابلس، أكيد تشكر على هيدا المبادرة، على غرامة مالية لكل شخص بيوقف سيارته مطرح المكان المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة. وتنرجع شوي لموضوعنا ضمن الشراكه مع العنايه الالهيه، اذا فينا نمرق شوي الفيديو اللي هي تقريبا أكيد رح نشوف الفيديو. هذه كانت النقطه الثانيه اللي رح نتوقف عندها. خلينا نشوف طالما حكينا عن الفيديو بنحضر، برجع بعلق عليه انا وياك يا دكتور، بنشوف سوا. الالوان قدامكم، اوكي؟ اللون اللي بدكم اياه فيكم تلونوا البول اللي بين ايديكم، واللي بيخلص اول شيء بده يكون ستار صف بده يطلع له هيدي الاطوال. يمكن منختلف بالشكل بس خلينا نتفق إنه المضمون ذاته وأوقات أحسن. أكيد المضمون ذاته مثل ما قلته أوقات أحسن بيكون، لأنه من هالأشخاص منتعلم، من هالأشخاص ناخد عبر للحياة، منحس أوقات بالإعاقة يلي الأشخاص بيحسوا فيها، اللي هن بيعتبروا حالهم كاملين، ولكن الكمال هو بهالتفاصيل يلي منختلف فيها. دكتور، لما نحكي عن العمل تبعكم، خلينا نتوقف قبل ما فوت على نشاطات على مدار السنة بهذا الإطار. هذا الفيديو شو بيختصر، لوين بياخدنا، وعلى شو من خلاله بدكم تركزوا كنقاط لتوعية وتثقيف المجتمع؟ الهدف من هيدا التي في سبوت تنوعي الناس انه بمحل من المحلات كلنا متساويين، ما في تمييز بين الاشخاص، لبل الاشخاص اللي يوصفوا بانهم عندهم ذوي احتياجات خاصه عندهم اكيد نقاط قوه. وكثير مهم سلط الضوء على نقاط القوه عند هول الاشخاص، مش بس حطهم ضمن اطار نقاط الضعف او الاعاقه للاسف مثل ما بسميها المجتمع، لانه اخر النهار كل انسان عنده نقطه ضعف، كل انسان عنده حاجه. من هون انا بفضل نكون عم نقول ذوي الاحتياجات الخاصه مش المعوقين. طبعا ضمن هيدا الإطار كان هدفنا نساعد المجتمع أنه يتقبل الشخص اللي عنده إعاقة بمحل من المحلات، يلاحظ أنه كل شخص عنده نقطة قوة لازم نسلط الضوء عليها ولازم نبني عليها تنكون عم نبني بطريقة غير مباشرة مجتمع متكامل، لأنه أكيد الحياة ما بتحلى بلون واحد، لازم يكون عندنا عدة ألوان، وبالتالي لازم يكون عندنا قدرات مختلفة. طبعا يلي عم تحكي بياخذنا كمان لدولة الإمارات يلي كثير انحكى عن هذا الموضوع العام الماضي، لما شفنا الأماكن المخصصة إن كان من مداخل خاصة إن كان من باركينجز، وسموهم أصحاب الهمم، مدخل مختص لأصحاب الهمم يلي هن الأشخاص اللي عندهم تميز، يلي هن عندهم يلي ما يسموا بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. من هون التسمية اللي عم تحكي فيها إنه هن عن جد أشخاص عندهم إضافة، بس لازم نعطيهم فرصة، لازم نآمن فيهم. النشاطات بتستمر على مدار السنة. دكتور خبريني كيف تحرصوا على متابعة هذا المشروع على مدار السنة، مش بس بتقتصر العمل على ثلاثة كانون الأول اللي هو نهار العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. أكيد مؤسسة روني معوض إلى 26 سنة بتشتغل على صعيد الوطن ككل دون أي تمييز. عنا عدة أقسام ضمن إطار المؤسسة، إلا أنه التشديد على إفادة ذوي الاحتياجات الخاصة بيتم عبر قطاعين أساسيين، القطاع التربوي وقطاع الحماية، حيث منقدم باقة من الأنشطة والخدمات تستهدف منع تسرب هول الأطفال من المدرسة، خاصة أن وزير التربية أعلن عن مبادرة دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدرسة.
ضمن عدد معين من المدارس. نتمنى انه هيدي المبادره تتوسع على ارض الوطن ككل، لانه كمان هو الاشخاص بحق لهم يكونوا عم يتعلموا ويتلقوا الخدمات التعليميه المتساويه بالاطفال الباقيين. نعم، في نشاطات عم تتحضر هلا بالمدى القريب بختام هالسنه ومطلع 2019؟ اكيد شغل مؤسسه روني معوض اكيد ما بيوقف عند نهار عالمي ولا مناسبه، شغلنا مستمر، نحن بخدمه المجتمع ككل ضمن استراتيجية لبناء الإنسان من أجل بناء الوطن. هذا شعار يلي دائما عودتنا عليه مؤسسة روني معوض، وهذا العمل الجدي الملتزم، وهذا المجتمع يلي منطمح له يلي بيبحث عن الأفضل دائما. دكتور حسناء معوض طانيوس، شكرا لوجودك معنا. تحية لكل الأشخاص العاملين بمؤسسة روني معوض. حضرتك مسؤولة عن قطاع التربوي، وبعرف في قطاعات أخرى في تقسيم آخر، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله دائما بهالهمة لحتى سوا نكون عم نبحث عن الاختلاف، مش عم نطمش ونكون عم نغطي عليه ونكب السواد، إنما نبحث عن الألوان يلي عم تحكي عنا، لنكون عم نبني مجتمع غني، مجتمع أفضل. بتمنى لك نهار حلو، أهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا. بس بحب ضوي على شيء. تفضلي. بتمنى تكون إذاعة الوطن هي المنبر الأساسي لدحض الاختلاف بين الناس، وتكون المنبر للتوعية لقديش لازم نكون عم نكون عم نوقف جنب إلى جنب لهو الأشخاص، تنكون نحن وياهم عم نساهم ببناء الوطن. شكرا جزيلا لكم. وهذا رسالة من رسالة تلفزيون لبنان، المساحة يلي منفتحة على الجميع. شكرا لك دكتور حسناء معوض طانيوس، مسؤولة القطاع التربوي بمؤسسة روني معوض، اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. يا هلا. مشاهدينا بريك بيفصلنا عن صبحيتنا، نو زابينج، خليكم معنا.